جبنا وعلي هل جايب لك خبر هل جايب لك خبر راجع لتوك الفخر راجع لتجمع حلاتي تنفذ الكلية العسكرية الأولى قفزة الثقة لطلاب المرحلة المتقدمة. هذه القفزة هي جزء من دورة الصاعقة أو النهاية لدورة الصاعقة اللي يطبقها طلاب المتقدم قبل التخرج بأيام قليلة. احنا اليوم بالأكاديمية العسكرية والكلية العسكرية الأولى عدنا إلى سياقات العسكرية الصحيحة اللي كانت متبعة في الكلية العسكرية ومنذ تأسيسها ولعام 2003. بعض هذه السياقات تم تأجيلها أو إلغائها بعد عام 2003. اليوم الأكاديمية والكلية العسكرية عادت بسياقات العسكرية الصحيحة من أجل إعداد ضباط كفؤين قادرين على قيادة وحداتهم بالميدان بشكل متميز. اليوم أنا أطلع على هذه الممارسة وهذا التمرين معنويات عالية، تدريب راقي جداً، والكل يعني يطلع ويشوف هذه الفعالية المميزة، وإن شاء الله يعني متأملين خير بهذه الدورة أنه تكون متميزة إن شاء الله بقيادة وحداتهم. تنفيذاً إلى التوجيهات العليا للمراجع وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس الأكاديمية العسكرية المحترم، وضمن المنهاج المعد إلى الكلية العسكرية الأولى السنة الثالثة وهي القيادة والتدريب على المخاطر، تنفذ طلاب الدورة 111 اختبار الثقة رقم 1 القفز الحر من الجسر إلى الماء، وهذا الغاية من عدة هي تنمية القابلية البدنية وتنمية روح الضبط إضافة إلى غرس الثقة بالنفس.